السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شباب؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم شكيل المهدي من قناة شكيل المهدي. كما كتعرفوا كنت ديما ديجا كنلوح لكم فيديوهات فهادشي الهاك، خصوصا الهاك اللي كيتعلق بالويفيات وهادشي. كنت كنرمي فيديوهات وكانوا الناس كيسولوني في لي كومونتير وداكشي، وكنت كنجاوب بعض المرات ما كنجاوب شيء. المهم على حساب، لأنه على حساب ظروف حياة الخدمة وداك الشيء ما كنبقاش ندخل بعض المرات. والحمد لله يعني راه كاين فيديوهات كنبغي نديرها بزاف، يعني كنبغي ندير فيديوهات كثيرة يعني. وكاين يعني كاين كيف ما نقولو كاين مواضيع يعني كاين بزاف نهضر عليه، وكاين بزاف يعني اللي تقريبا اللي في تطبيقي كتطبق واللي صحيحة وداكشي. المشكل علاش ما بقاش في اللوحة انه كان كيجوني انذارات بزاف في القناة انهم غادي يمسحوها. الى بقيت كنلوح هاد النوع ديال الفيديوهات صراحة كيما قلت لكم يعني كاين بزاف، بس وصل الويكي سلاك وصل كالي لينيكس وصل مستش ما بغيتو. ولكن المشكل علاش مبقاش كنلوح، وهو مشكل ان يوتيوب بدا تمسح لي لاشين الى بقيت كنلوح غير الفيديوهات، لانهم دابا عاطيني انذارات. وهذا هو السبب علاش هذا بنادم ما كيبغيش الناس يلوح فيه. مثلا الاغلبيه الاخوان اللي كيكونوا يوتيوبرز فهما ما كيديروش هاد لي تيب ديال الفيديوهات هادو، ما كيديروهمش واخا كتلقاهم عندهم معلومات وداكشي، ما كيبارطاجيهمش فيديوهات لان يوتيوب ما كيبغيش هادشي ديال الهاك. هادشي كيقول لك مضر شويه. الى عرفتوا شي طريقه كيفاش انني نولي نصايب لكم فيديوهات ونبارطاجيهم معكم، ماشي مشكل واخا نبارطاجي معكم غير اللين فلاشين ديال الفيديو كنشرح فيه يعني، وتطبيقي في شي حاجه اخرى ما عنديش مشكل. المهم هذا هو المشكل علاش ما بقيتش كنلوح فيديوهات، وكيصوروني الناس وما كان مثلا ما عمرها جات فرصة باش نقول لكم علاش. هذا هو السبب واللي مشكل واللي خلاني ما نبقاش نلوح فيديوهات. ما الحمد لله كاين بزاف في المواضيع، كاين بزاف في السيجي اللي مهم خصوصا في هادشي ديال الهاك. كنتمنى تعذروني علاش ما بقيتش كنلوح، ولكن ان شاء الله غادي نشوف شي طريقة ونولي نلوح لكم ان شاء الله فيديوهات اللي تنفعكم، واللي يمكن ما عندوش باش يشارجي او باش طرق سهلة، ونعاود نشرح لكم داكشي ازيرو ان شاء الله. كنتمنى اللي كيشوف لاشين اول مرة يبارطاجي الفيديوهات ديالنا، ما تنساوش لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.